السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول درس هندسة بإذن الله. الهندسة مقسومة لوحدتين، الوحدة الأولى مبتدئات والوحدة الثانية هندسة تحليلية. المنهج سهل مفيش فيه أي حاجة. أول درس هنتكلم فيه الكميات القياسية والكميات المبتدأة والقطعة المستقيمة الموجهة. أهم جزئية في الدرس بتاع النهاردة هي القطعة المستقيمة الموجهة. يعني ايه كميات قياسية؟ الحاجات اللي بتنقاس، زي مثلا الطول او درجة الحرارة او الحجم او المسافة او الزمن. طب ايه هي الكمية المبتدأة؟ زي مثلا الازاحة او القوة، يعني القوة بيكون لها اتجاه. الازاحة انك نقلت حاجة دي لها اتجاه. السرعة تماشي بسرعة يمت فين. طيب عايزك تفرق لي ما بين حاجتين، ايه الفرق بين المسافه والازاحه؟ بيقول ان لو انا جيت من نقطه الف اتحركت النقطه ب وكان البعد ده 3 متر وقمت جاي في اتجاه عمودي ماشي لنقطه ج اتحركت فيها 4 متر، عاوز في الشكل اللي قدامي ده المسافة وعاوز الإزاحة. المسافة قال لك هي طول المسار الفعلي، يعني اللي مشيناه كله. يبقى أنا مشيت كده 3 متر ومشيت كده 4 متر، يبقى المسافة هنا هتساوي إيه؟ المسافة هتساوي 3 زائد 4 بتساوي 7 متر. هتكون هنا يا شباب المسافة كمية قياسية. طيب ايه هي الإزاحة؟ الإزاحة دي أقصر بعد بين نقطة البداية والنهاية، بس هنا في شرط. ايه هو الشرط؟ ان لازم يكون من نقطة البداية للنهاية. اتجاه الازاحة بيكون من نقطة البداية للنهاية لازم. يبقى دي الازاحة يا استاذ. تمام، ده كنا قلنا في اتجاه عمودي. هجيبه منين؟ هجيبه من فيثاغورس. يبقى الالف جيم تربيع هيساوي 9 زائد 16 تساوي 25، يبقى الألف جيم بخمسة متر. طب الإزاحة هنا كمية قياسية ولا كمية موجهة؟ لا ده دي كمية موجهة. إيه السبب اللي خلاني قلت إنها كمية موجهة؟ قال لك عشان شرطها لازم تكون طالعة من هنا من البداية للنهاية، ما تقولش العكس، لازم من البداية للنهاية، يبقى دي كمية موجهة. هو ايه الاتجاه؟ ايه معنى الاتجاه؟ يعني مثلا احنا لما بنيجي من المدرسة اول ما بنفتح باب الشقة بنشوف المطبخ فين وعليه جري، اكيد بيحصل يعني، فده اسمه اتجاه. يبقى انت دخلت من باب الشقة على طول على المطبخ، ويا سلام لو ما لقيتش اكل، هيبقى في اتجاهات كتير. الاتجاه في المستوى معناه انا لو معايا مستوى، لما اقول لك 30 درجة شمال الشارع امشي في اتجاه 30 درجة شمال الشارع، بنقرأ المسألة دي بالعكس يا شباب، شرق شمال شرق شمال 30 درجة، يبقى معناه ان هيمشي في الاتجاه ده. طب افرض يا استاذ جه قال لي شمال الشرق من غير زاويه، او شمال شرق بتمشي شرق شمال، وبيبقى في الحاله دي منصف الزاويه، لما ما بيدكش زاويه بتبقى متنصفه. لما يقول لك شمال الشرق بس من غير ما يعطيك زاويه يبقى هو نصفها. طب يعني ايه يا استاذ 40 درجه غرب الجنوب؟
يبقى هنيجي بنقرأ بالعكس، الجنوب للغرب 40 درجة، ده معنى الاتجاه في المستوى. جينا للمعلومة المهمة، أهم حتة في الدرس، القطع المستقيمة الموجهة. إيه هي؟ القطع المستقيمة الموجهة دي قطعة لها بداية ولها نهاية ولها اتجاه. يعني خلي بالك ان ألف ب بنرمز للمتجه يا شباب بسهم مش كامل كده، يعني شوف كان في سهم كده، لا خدنا يمة واحدة بس، ده رمز المتجه. خلي بالك ان المتجه ألف ب لا يساوي المتجه ب ألف. ليه يا أستاذ؟ دي معناها ان هو طالع من ألف معدي ب، انما دي معناها ان هو طالع من ب معدي بألف. يبقى القطعة المستقيمة الموجهة لها خصوصيات، بنحددها ببداية ونهاية واتجاه، دي العوامل اللي بتأثر في قطعة مستقيمة موجهة. يعني القطعة المستقيمة الموجهة بحددها بثلاث حاجات، بداية نهاية اتجاه. امتى بكافئ القطع الموجهة؟ القطع الموجهة دي بتتكافئ يا أستاذ لو كان لها نفس المعيار، يعني الطول، ولها نفس الاتجاه. تعال نشوف كده مثال. أنا عارف إنه من متوازي الأضلاع إن الأضلاع المتقابلة متوازية ومتساوية في الطول. كان المتوازي ده اسمه ألف ب ج د، وسألت واحد الألف ب القطعة أو المتجه ده يكافئ إيه؟ طالع من ألف معدي باء، يبقى لازم التاني يكون زيه لنفس الاتجاه لنفس الميل، يبقى طالع من د معدي ج يبقى بيكافئ د ج. طب اسأل واحد تاني، الألف د اللي بيكافئه؟ ألف د جاي من الألف معدي بالدال، ده ألف د، يبقى خلاص يا أستاذ ب ج لازم يكون زيه. طب افرض يا أستاذ أنا قلت ج ب غلط، ج ب يبقى أنت بعد ما كان ماشي كده جاي مثلا من حلوان رايح السادات، بقى طالع من السادات رايح حلوان، ده ماشي في طريق وده ماشي في طريق تاني خالص مع انه نفس الطريق. افتكر كده معايا خواص المتوازي، كان الاقطار مالها؟ كان الاقطار بينصف كل منهما الاخر، صح؟ وليكن ان هما قطعوا في مين؟ وجيت هنا اسالك سؤال، هو الالف مين اللي بيكافئه؟ الالف مين؟ ما الالف مين ده بيكون قد ده. طب ما نقول الجيم مين يا استاذ؟ غلط. طب ليه؟ اهو انت جاي من الالف رايح للميم، يبقى لازم تاخد نفس الاتجاه نفس المسار، يبقى من ميم لجيم دي بتكافئها. يا رب يكون الامور واضحة شوية. تعالوا يا شباب نكمل مع بعض، ده سداسي منتظم، منتظم يعني اضلاعه كلها اي قطعة موجودة هنا قد التانية، دي قد دي قد دي قد دي قد دي قد كل حاجة. طب كويس، لو أنا سألت سؤال دلوقتي اللي بيكافئ ألف واو إيه؟ لازم يا أستاذ يكون في نفس اتجاهه، لازم يكون بيوازيه. ألف واو جاي من الألف معدي بالواو، إيه اللي زيه؟ اللي زيه جيم دال. الألف مين اللي بيكافئه؟ ماشي، ألف مين أهو جاي من هنا وعدي كده جاي كده، يبقى أنا زيه، يبقى مين دال؟ ما ينفعش أقول دال مين، لازم يكون معاه على نفس الخط أو بيوازيه.
لا على نفس الخط لا بيوازي. قام واحد قال ايه خلاص يبقى مين ده؟ واحد تاني قام قايل لا ده واو هيك. مين اللي صح فيهم؟ اللي قال دي ولا اللي قال دي؟ ده دي يا أستاذ 60 دي ب60، ده تناظر. معنى كده إن الخطين دول متوازيين. طب لما يكونوا متوازيين يبقى يا أستاذ منهم زي بعضه، يعني نفس الاتجاه، يعني بيتكافئوا. يعني معنى كده يا أستاذ إن الألف واو، ألف واو دي ممكن أقول بيكافئها ب ميم، بيكافئها ميم هي. أيوه الكلام ده صح. طيب تمام، الباقي إيه اللي بيكافئها؟ الباقي أنا جاي كده أشوف اللي زيها أو بيوازيها، ده زيها ب م من فوق لتحت، يبقى من فوق لتحت أ م و م د و و ه، كل ده بيكافئها. مثال: إذا تحرك جسم من سين شرقا، يعني جسم جه من السين مشي من الشرق اهوت، نحط الإحداثيات هنا كده الشرق وده الغرب، مشي كده الجسم لحد ما وصل لنقطة صاد وبعد كده رجع لنقطة عين غربا، عاد غربا يعني رجع كده للغرب. موضح هو البيانات هنا 3 متر و 4 متر. المسافة كام؟ المسافة اللي انقطعت يا أستاذ كل اللي مشي، هو مشي 3 مشي 4 ورجع مشي 3 ورجع 3 تاني، يبقى هو مشي 4 ورجع مشي 3 ورجع رجع يا أستاذ 3. يا أستاذ ده رجعهم المفروض ما نكتبهمش. يا حبيبي هو مشي المسافة دي فعلا، أنت لو راكب عربية ورحت مشوار ورجعت العداد هيرجع تاني؟ ما هو العداد ده كمية قياسية بتقيس. لا هو مش هيرجع، هو المسافة دي اللي مشيتها بالفعل، خلاص يبقى هو مشاها بالفعل، يبقى ده 10 متر. إنما الإزاحة، الإزاحة يا أستاذ من مكان ما ابتدى لحد ما وقف. هو ابتدى من هنا وقف فين؟ وقف هنا، يبقى هي دي الإزاحة. يبقى الإزاحة 4 متر في اتجاه سين عين من نقطة البداية للنهاية، في اتجاه سين عين اللي هي من نقطة ما ابتدى لحد ما وقف. في مستوى متعامد الألف بيساوي 3 وسالب 2 والباء بتساوي 6 و2 والجيم 1 و3 والدال ب 4 و7. اثبت ألف ألف ب تكافئ جيم دال، وعاوز معيار الألف ب ومعيار الجيم دال منين؟ من